يوسف، يسعد مساك. حياك الله حبيبي. أستاذ يوسف، بداية حابين نتعرف بشخصك الكريم. من دولة إمارات، إمارة دبي. والسيد يوسف في أي سنة انطلقنا إلى الحياة العملية؟ 74، سنة 1974. وين كانت؟ أنا كنت أدرس في المعهد الديني بدبي. نعم، مدرسة الأحمدية اللي في منطقة الراس. 1974، وين كانت بداية حياتنا العملية؟ العملية كان في ركن القدس، دكان أخوي، يعني نعم. محل أخوي. وإمتى فكرنا نفتح بزنس خاص لنا؟ هني أنا عندي شريك برضو، مصطفى محمد محمود. نعم. والمصنع كذلك نفس الشيء. مصنعنا في عجمان. نعم. متى تأسيس المصنع؟ سنة 1993. 93 المصنع. وإيش كان نوع الخدمات اللي بيقدمه هذا المصنع؟ مفارش للأطفال. مفارش للأطفال. وكل المواد الخام عم نجيبها من الإمارات أم نستوردها من الخارج؟ لا، المواد الأولية هو الديكرون أو فوم يسمون. نعم. الحشو، من ثلاث لغات نحن نقول لك يا. نعم. الحشو اللي حتى داخل من الإمارات. نعم. أيوه. القماش من تايلاند والصين والهند. الموظفين عندي هنود، باكستاني ونيبال. ما شاء الله. وعلاقتنا في الموظفين كيف؟ الحمد لله. يعني نقدر نحكي احنا اسره واحده في عمل واحد؟ طبعا. هذا اللي يعرفون المصنع من زمان نحن. نعم. عندنا. ايش كان يميز عملنا بالنسبه لباقي البزنسات الثانيه؟ ايش عم بيميز شغلنا؟ حكيت لي احنا عم نقدم برودكت معتدل وسعر معتدل. صدر نحن ما مطمعين في المكسب. نعم. مجرد نحن بنمشيه عدد الاشخاص اللي يستفيدون منا، احنا رضاء المشتري اهم شيء. بضاعنا هاي شيء اللي ما في في السوق نحط فايده 100% او 50% او 60% او 30%، يعني مكسب نقدر نمشي امورنا وتكون عمال والموظفين والزبائن تكون راضيين ان شاء الله. قدرنا نعمل لحالنا اسم وسط هاي المنافسات اللي موجوده هون. نعم. وين نصدر؟ لوين؟ لاي بلدان عم نوصل؟ اكثر شيء كان 70% 60% تقريبا الى دول افريقيا. دول افريقيا. نيجيريا، اريتريا، موريتانيا. نعم. يشمل سومال. بنودي هناك. ايوه. بعد في عندك الله يسلمك تشاد، برضه عندنا زبائن. نعم. وسيد الكريم، سالتك انه عم بتفكر تتوسع، حكيت في الوقت الحالي لا، بس انا لا. ممكن اتوسع ان شاء الله بالمستقبل باذن الله. حسب طلبات الزبائن، يعني شنو طلباتهم مثلا. نعم. نجيب هاي النقشه مره ثانيه، هاي النقشه ما نجيبها، نغير الموديل او اللون او حسب الالوان اللي هم يطلبوا فيها. يعني هم بيطلبوا لنا، مش احنا عم نختار لهم اشياء مثلا جديده عم بتروح، انت بتشوف بتتابع عن طريق الانترنت او عندك فريق عم بيتابعوا ايش الموديلات الجديده اللي نازله؟ طبعا موجودين عندنا. اي نعم. وحسب ما عرفنا منك انك انت الموظفين عشان تحفزهم تحفيز خليتهم يشتغلوا على نظام القطع. براو عليك. انه قد ما انت بتنتج قد ما انا بنتج معك. اكيد. من وين اجتك هاي الفكرة؟ هاي الفكرة صراحة شفت في البداية اعطيتهم معاشات صراحة. نعم. شفت حسب المعاش اللي انا ادفع ما يشتغلون صراحة. مثلا انا بعطيهم 2500 او 3000 نفس المبلغ كان ما ينتجون. شنو؟ وديتهم محكمة العجمان قانونيا. نعم. نظامهم كذا، لازم تكون اقل، يعني خياط اللي يشتغل عندي انا او موظف اللي تكون لا تقل عن 21 سنة مشان هو يفهم، يترجم له اذا كان نيبالي يتكلم باللغه النيباليه او اذا كان باكستاني او باشتو لغه معينه اللي عندهم يترجمهم، او اذا كان اردو او مليالي او مليباري مشان كل الجنسيات انه ترجم. اذا يوسف يقول كذا كذا كذا، ما عندكم اي مثلا تذاكر او نهايه الخدمه او يعني اشياء اللي يلزم الموظف او عامل. سيد يوسف، احنا حكينا معك اليوم الصبح، كنت موجود في المحل. نعم. حضرتك متواجد الساعه 12 صلاه الظهر تحديدا، بعد صلاه الظهر انشغلت شوي ورجعت للمحل. بدنا نسالك كم ساعه عمل في اليوم عم بتقضيها في هذا المكان؟ اكثر تقريبا 7 إلى 6 ساعات. ما شاء الله عليك. مشان بيتي بعيدا شو اسمه انا الساعه تقريبا اطلع قبل الموعد. والله الزرياب اول شيء مع احترامي تشوف يعني التميز، نحن نشتغل بالاخلاص، يعني ما نغشش الناس، نجيب بضائع مستاقية اهم شيء. في بعض الناس اشياء يجيبون من الصين او من دول الثانيه يقول هذا اوروبي او شيء، لا 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 الحمد لله. انا عندي 38 سنه هاي المحل، 8 مخالفات انا ما عندي. ما شاء الله. هذا اهم شيء، لا من بلديه ولا دائره اقتصاديه ولا عمل عمال او اشغل العمال اللي مو على كفالتي، هذا اهم شيء سمعتي محلي انا. نعم.
هذا اللي انا اشكر الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء الشيوخنا والامن والامان اللي عندنا. شيء الله يحفظهم ان شاء الله دائما. نعم. وروح يردوا بالسلامه ويرد اليمني الى ما كان عليها واحسن ان شاء الله. ودولتنا صراحه ما قصر الا اليمن ولا الى اي دوله. صحيح. يعني خيرات الامارات واصل من شرق الى الغرب. يعني شنو نقول اكثر عن هذه بعد صراحه. الامارات ما قصر في اي شيء. صدقني الزبائن نحن يجونا من روسيا من افريقيا وقلت عايشين في الجنه. بعض الاحيان انا سويت سيارتي انا بنسى داخل السياره لكن انا مطمئن ما يصير شيء. صح. اهم شيء الامن الامان. انسان تكون مرتاح نفسيا وعقليا يعني ما تكون ما عنده اي مشاكل.